في الصالة الرياضية بمنطقة جلاس احتفت كلية المجتمع بتخريج ما يزيد عن 200 طالب وطالبة في مشهد عكس حجم الإصرار لدى طلبة الكلية بمواصلة التعليم وإطلاق عجلته إلى الأمام تزامنا مع الذكرى 5 لإنشاء كلية المجتمع بالمحافظة. تم اليوم بحمد الله تخرج 3 دفع لكلية المجتمع من جميع التخصصات، وأيضا الذكرى 5 لتأسيس كلية المجتمع. محافظ المحافظة اللواء الركن علي مقبل دعا في كلمته التي ألقاها أمام الحضور إلى الاهتمام بالعلم وبذل المزيد من الجهود للنهوض بالمحافظة خصوصا في الجانب التعليمي. احتفالية تخللتها العديد من الفقرات الفنية والكلمات المعبرة أشادت جميعها بأهمية العلم الذي يسهم بدوره برفد السوق العاملة بكوادر تحمل مؤهلات ومهارات تواكب تطلعات المرحلة. محمد المريسي، قناة بلقيس، محافظة الضالع.